أنا ما كان قصدي إني أجرح حدا أبداً. يمين بالله يا أبي، ما بدل شعرة من شعرات إخواتي، لا بولاد عزيز أوغلو ولا بكل مال الدنيا. ما هيك يا أخي جلال؟ ماشي، أنا حطيت القنبلة للقن ولاد عزيز أوغلو درس، بس على أساس النادي كان فاضي، بعدين سمعت إنه إخواتي هنيك، مشانهم كبيت حالي بالنار يا أبي، مشان أي واحد فيكم أنا مستعد أرمي حالي بالنار. أنا بنفسي رحت بلغت الشرطة يا أبي. بعدين أنا بعرف كل شيء يا ابني، بدي إياك تحكي هذا الشيء بالمحكمة، وبوقتها العدالة رح تاخذ مجراها الصحيح. لا تاخذوني لهنيك يا أبي، أوصوني واقتلوني بس لا تاخذوني. أخي خود جلال، خذه وصلي، خذه لك، يلا ولا خود. وامي بتعرف شيء؟ لا، ما خبرناهم بشي، هن مفكرين نحن رايحين مشان الامن. خليهم ما يعرفوا ولا تخبروا امي بشي، ما بدي تعرف امي اني مو منيح. امشي يلا ابني، خلينا نروح. يا ابي ما بدي. لا تجبرني على شيء ما بدي ساوي. حضرة الدكتورة، حابين تشرحين نتيجة هي التحاليل. تأخر العادة الشهرية وانخفاض مستوى بعض الهرمونات خلانا نفكر انه في وضع خطير، بس لناخد نتيجة قطعية لازم نعمل فحوصات الموجات فوق الصوتية. وشو عم نستنى؟ خلينا نساوي فورا. اذا سمر خانم جاهزة بنعمله، بعدين انا ناديتها مشان نساوي هالفحص، وبنعمل تحليل بيوبسي كمان. وشو هاد البيوبسي؟ هو انه ناخد خزعة من البويضة ونفحصها. حسان ما بدي هلا، خلينا نجي بعدين. سمر الاحسن نساوي اسمنا هون. حبيبي والله هلأ أنا خايفة، لو سمحت حسان. حبيبة عمري، روحي، روح قلبي، أنتي فرحة عمري، أنا ما حبيت غيرك. حاول تحب غيري وبتشوف. أنتي الوحيدة اللي بتصدقيني، رح تضلك تصدقيني. ما شو عم يصير؟ كأنك رايح على الموت برجليك، ما كلها كم يوم وراجع. لا تخوفني عليك، مرتي ما بتخاف من شي، مرتي قوية وما بيهز الريح. أمي الغالية، روحوا بالسلامة يا ابني، الله يفتح بوشكن إن شاء الله. دير بالك على أخوك يا رؤوف. طالب رضاك يا أمي، يكون بيعلمكن أنا روحي فداكن، أنا شو ما عملت كله مشانكم. شو هالحكي يا ابني؟ يلا خلينا نمشي. لازم نشوف نتائج فحص الخزعات. المريضة عم تشتكي من وجع بالبطن ونفخة، برأيي لازمها متابعة. عفوا منك، هاد الحكي عن حالة مرتي؟ حضرة الدكتور شاكك بشي؟ هلأ بكير كتير لأتأكد من أي تشخيص، هو في خطر واضح، بعد نتيجة الخزعة رح أعطيك نتيجة واضحة. عفوا، بس أنا شايف سمر منيحة، يعني ما في ضرورة لكل هاد. إن شاء الله تكون بخير، بس بالأول مشان التشخيص خلينا نعمل مطلوب.
سمر حبيبتي استني عمي. حياتي لا تضايقي حالك. ما بقى فيني اتحمل. خلص عمي خلص، ما بدي اشوفك هيك. يلا امسحي دموعك. ماشي. ما بعرف ليش عم ابكي، حاسه حالي رح موت من القهر. ما فيك شي يا عمرك، انت صحتك منيحه. مع هيك انا كثير خايفه، شايفه كل هالمعاينات والتشخيصات، انا مالي متعوده. خدني من هون الله يخليك. يلا. لا بابا انت هيك عم تغلط يا ابني. لف ورجع بقى، اذا دخلت السجن نزار ما رح يترك جلال عايش. شو يعني نترك له الساحه فاضيه يا رؤوف؟ شو ما بيصير يصير ونحن عم نعمل الصح يا ابني، وهذا هو المزبوط. يا ابي مشان الله بترجاك. ماشي اذا بدك لا ترجعني على البيت، خليني بحصره امي ومرتي كمان. ماشي بس لا تضحي باخي مشان هيك ناس. اخي ابي معه حق، اذا نزار بده يقتلني رح يقتلني، اصلا سواها بالسجن، في الف طريقه ليعمل هالشي. يا ابي هالولد مو مسمي بالرحمن ورايح على الموت برجليه. ما رح اسمح حدا يقتل حدا بعد ما سلمك يا ابني. هلا انا رايح لحل الموضوع بشكل سلمي واحكي لحسان ونزار بيك كل يلي صار. هلا فهمت عليك، بدك تسلمني وتضحي فيني؟ ما يعني ما حسبت هذا الحساب وقت عملت عملتك. انت يلي حفرت هاي الحفره بايدك، وشو ما كان السبب بدك تدفع الثمن. انا ماني قويه مثل ما انك متصور، ما تحملت الشيء اللي صار. برايك شو ممكن يطلع معي؟ عمري ما فيك شيء، لا تخافي، بكره بتشوفي ما رح يطلع ولا شيء، هي كلها وساوس واوهام. انا كثير متمنيه نجيب ولد، قديش حابه اجيب صبي منك. لا تنسى انه عندك ولد من الدور، كل ما فكرت بهذا الشيء بحس حالي ناقصه عن النسوان. اذا طلع عندي شيء مشكله بيكون هيك كثير علي، ما رح اتحمل. حسان عم تفهم علي؟ ما رح اتحمل. شو عم يصير؟ هدول شو لهم شغل بالمخفر؟ تفضل، قدامك مستقبل اسود ووراك حسره ما بتخلص. ما هيك يا اخي؟ كنت عم اقول لحالي بس يرجع اخي جلال بدنا نقعد ببيت واحد وبنحط وبنشرب عرق سوا، يعني مع شويه مازه موالح بس. يلا ولا يهمكن يا جماعه، تاري مالنا نصيب نشرب سوا، مو مشكله. امشوا. وقف يا رؤوف، اركبوا السياره بسرعه. أحمد خدنا على الجسر يا ابني. حاضر يا ابي. شو قالوا الدكاترة حسان؟ ما قالوا شيء، بدهم ياخذوا خزعة من الرحم ويحللوها. صدقيني حبيبتي ما في شيء بيخوف. يلا عمري خلينا نروح نعمل اللي طلبوا. يا ربي والله ما بقدر روح هلأ، لا تلح علي، جاي عبالي ضل قاعدة هون. تذكر لما كنا نشوف بعض بهي الحديقة قبل ما نتزوج؟ هون كبر حبنا أنا وإنت. أحلى أيام عمري قضيتها معك بهالحديقة، ما عدا وقت وعدتك إنه شوفك وما إجيت يومها. تذكر أول مرة حضنتني فيها؟ حبيبتي لسه رح نعيش أيام أحلى بكتير، بس خلينا نمرق هذا الظرف الصعب. حسان بتعرف اني تعرفت على رغدة كمان هون، وبعدين انا ويوسف صرنا نقعد بالحديقة. علي ماما.
روحي مو على اساس اليوم نزور بدور شوسي لازم نروح مشان نقول انه بدنا نسمي الولد اياد. امي ما بقدر اجي مشغول شوي. شغل شو يا عمري؟ انت مالك بالشركه؟ امي عم اقول لك عندي شغل. ما منطول منروح لعندها ساعه ومنرجع. هلا ما بقدر، بعدين مانا مستعجلين. كيف مو مستعجلين؟ حتى تاخرنا عليها. ماما حاجه بقى، قلت لك هلا مو وقتها، لا تحطيني تحت الامر الواقع. حسان ليش مانك رايح معه؟ سمر قلت لك رح اضل معك. روح حسان، انت عليك مسؤوليات، خليك عند ابنك. لا حبيبتي، بالاول وبالاخر انت مسؤوليتي وكل دنيتي ملك لك. انت بالنسبه لي اهم من كل شيء، ليش ما عم تفهمي هذا الشيء سمر؟ يا عمري انت آخ من ظلم هالدنيا، من كاسة الحلو سقت غيري وشربتني كاسة المر. تعرف شو متمني بابا؟ إذا كمان خيروني إجي عالدنيا رح أطلب إني يكون ابنك، بحلف لك يمين. بدي إذا إجاني ولد بدي تسموه عزام شافار. تأمر يا ابني. جلال. أمور أخي. السجن صعب شيء. الزمن بمر بطيء. صعب يا أخي، صعب كتير. يا أبي هالولد كتير عاطفي، كاستين فوراً غررت دموعه. ولك يا ابني الزلمة هيك بيكون؟ الزلمة القوي ما بيبكي. أنا بدي فوت على الحمام. يلا سمر لا تعندي، خلينا نروح. حسان حبيبي دخيلك، إذا حابب تروح أنت روح، تركني هون شوي. لك أنا شو عملت لك؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ خلصينا بقى يلا. أنا حابة أبقى لوحدي. سمر بعرف إنك تعبتي وتعذبتي كمان، بس أنا شو ذنبي؟ طيب أنا شو ذنبي كمان؟ أنا حاسة مثل ما تنغصت فرحتي بفستان العرس ما رح صير أم كمان. لك يا حبيبتي ما في شي بيخوف، فهميني ليش عم تفوتي؟ ليش أنا حبيتك بس مشان جيبي ولا؟ أصبح ما رح تحبني بالمرة. لك حاجتك جنان بقى. يلا قوس ريحنا من القصة، خلصني قوس. فكر بقتلك لأخير حتنظف شرفك يا جبان. ها يا عديم الشرف قوس. يلا انت كتير عليك رصاصة يا فهيم، درسك ما حفظته يا معاق. نزل سلاحك. انت بلا ما تتدخل بتصور هاي مسألة عائلية. بعلاقتي مع حسان وسمر صرت من هاي العائلة. انا ما عم بمزح، نزل سلاحك بقى ولا بتلاقي دماغك عم بتصيل من هالأنف الوسخ هاد. نزلوا لك. ما خلص حسابي معكم انتو جوز، والله لا خلي حياتكم كلها جحيم. روحوا من هون ولك. اصلا اخي رؤوف رايح على السجن، اختصروا هالشغله بقى. نقلع لبرا.
رح اذبحه لعديم الشرف هاد، والمجنون اللي جوا كمان، ولسه ما خلص حسابي مع نزار. والله لفرجيهم نجوم الظهر. والله شو يلي صار يا جلال؟ ابي خلينا نمشي، نزار هون. ابي اسمح لي اذبحهم اثنيناتهم وخليهم يشنقوني بعدين. يا ابي مشان الله خلينا نروح، نزار هون. اذا بدهم يشنقوني واذا بدهم يحكموني مؤبد، بس خلوني اذبحهم وقت بفوت على السجن وانا مرتاح. اذا ما ارتحت برا خليني ارتاح جوا، اتركوني عليهم. حاجي بقى لا تخبص يا رؤوف، يلا امشوا خلينا نروح من هون. لا تقلق، الابواب مقفوله، ما حدا بيقدر يدخل. يا ترى كيف حابب انك تموت؟ بدك طلقه من هون ولا من هون اريح لك؟ انا برايي من هون احسن شيء. المهم انت خد راحتك، ما وراي شيء، فكر منيح، خليك حنون. انت انسان شيء ولا حيوان؟ بكره بياخدوا لرؤوف على السجن وهنيك بيتعاقب على عملته الوسخه. انا ما وراي شيء يا اديب بيك، وراح استنى ليخلص هداك الواطي رؤوف عقوبته بعدين بقتله. تعرف موضوع الصبر عندي انحل، هلأ صار دور المواضيع التانية. شو عم يصير؟ وقف احمد، وقف ولك لك لك اطلع اطلع. يلا سرعة، دوس دوس. يلا يلا ها. برافو عليك يا معلم رضا. خلاص يا هيك، لا بقى في موت ولا شيء تاني. لك مين اللي بيقدر يحبسني بين اربع حيطان؟ ها؟ لك تعخني بوسك من جبينك. اذا احترقت نحن بنحرق حالنا يا بيك. يعني مو مشاني يا كلب، خايف على رقبتك من الشنق ما هيك؟ وين رجولتك ولك؟ ها؟ لك كون قبضاي يا جحش. لا يا شبان. هيك ها. احمد وقف، قلت لك وقف السيارة. ولك وقف السيارة، شو فكر حالك عم تعمل؟ وقف ولك. ولك حيوان، امشي من هون. يا ترى بيكونوا وصلوا فتون ويوسف هلأ حسان؟ متعرضين لعاصفة قوية والسفينة بنص البحر، صار لهم 3 أيام على القانين، ما خبرت مرت عمي مشان ما ينشغل بالها. يعني هلأ هن جوات البحر حسان؟ ايه نعم، على القليلة هن هلأ مع بعض. حسان يا ريتني ما منعتك لما حاولت تاخدني معهم، يا ريتنا نحن كمان هربنا ورحنا من هون. إذا بدك مترك كل شي منروح. لا حسان، نحن تأخرنا كتير، خلص انت صار عندك ولد. اسمعي هلا منروح اذا بدك. خلص اوعى تعيد هاد الحكي، ما رح تقدر تتركه، خلص القدر ربط بيناتكن وما بتقدر تغيره. حبيبي رح ساوي اللي بدك اياه، حتى لو كنت خايفة كتير رح روح على الدكتورة. هيك بدي اياكي، لك دخيل عيونك. حسان حبيبي انا ليش لهلأ ما حملت؟ دائما ببالي هاد الشي. يعني لهيك خايفة؟ لساتك صغيرة حبيبتي، بعدين ما صار لنا زمان متزوجين. حسان لو سمحت، ما في داعي تضل عم تحكي معي هيك مشان ما تزعلني، قلي الحقيقة حبيبي، الدكتور شو قالك عن حالتي؟ طيب سمر، رح قلك الحقيقة، وما بدي اياكي تفكري كتير. طبعاً هي مجرد شكوك. ماشي حسان، خلص قلي. احتمال في عندك مشكلة بالبويضات، وقالوا إنه هذا الشيء ممكن يمنعك من الإنجاب بهي الفترة على الأقل، بس هن لسه ما هم متأكدين من تشخيص الحالة بالكامل. أصبح منروح بكير ومنتأكد.
عمي وينه رؤوف؟ مشان الله قلي الحقيقة وطمني، بترجاك يا عمي. حاجة بقى، خلص اسكتي ولا تسألي هيك أسئلة. رؤوف ما بقى يجي على هذا البيت طول ما أنا عايش. ما بقى عندي ولد اسمه رؤوف بنوب، عم تفهموا؟ جلال، ما بتعرف وين راح أخوك؟ رؤوف وينه؟ عايش ولا ميت؟ مشان الله قلي. ألو رؤوف؟ الحمد لله أنه سمعت صوتك يا عمري، طمني عنك. أنت وينك؟ جوات قلبك حبيبتي، أنا مثل الزيبق، لا تخافي علي، ما حدا بيقدر يمسكني، بس اشتقت لك وقلت لحالي بحكيكي. وين ما كنت يا رؤوف، تعا وخدني لعندك. بس هذا الشيء صعب شوي، لازم نضل بعاد عن بعض فترة، لأني بصراحة مو عارفة راسي من رجلي. اسمعي هالغنية. بعيد عنك حياتي عذاب. هاتي هالموبايل لشوف. يا رؤوف وين ما كنت فورا تعا وسلم حالك، فهمت؟ رح اقتل نزار الكلب بعدين رح سلم حالي بابا. انا هلا فراري، بس ما تفكر اني خايف من المحكمة او من الحبس. انا ما بخاف غير من اللي خلقني، فهمت علي؟ ومن هلا ورايح كل اسطنبول رح تخاف مني، فهمت علي؟ كل اسطنبول رح تحسب لي حساب. لك ليش واقف ولك؟ يلا روح دور على مكان ما بيلاقونا فيه لا شرطة ولا مرطة. يلا خلينا نرتاح شوي يا زلمة. لك يلا نلع. انت الامر الناهية هون وكل شي بايدك يا مزن. ليش انا شو ساويت لها لحتى زعلت؟ ليش انت نسيتي شو قلتي لها للبنت المسكينة؟ اتهمتيها بكل شي. يعني هي كلمة وطلعت من دون قصد، ما في داعي تزعل. الاحسن انك ما تحكي مع سمر بهالطريقة. البنت احتارت شو بدها تعمل بين العيلتين، كمان هن اهلها. ما حدا يجرح مشاعرها، سمر مبعوث هدية لهي العيلة. والله هالبنت انظلمت، شو ذنبها باللي صار بين العيلتين؟ يكون بمعلومكم ما لي غاية مع سمر، بس لا تنسوا انه اللي قتل ابني هو اخوها كمان، ولا تستنوا مني اني اقدر انسى هاي الشغلة. مزن، حسان كمان انضغط عليه كتير مشان موضوع الولد. هلأ حفيدي صار مشكلة الكون يا حسان؟ ابن ابني وانا حرة فيه، ما بدي حدا يتدخل بعاطفتي تجاهه ولا باسمه كمان. مزن خانم، هذا الطفل الصغير اجى على الدنيا ولساته طفل بريء، ومثل كل الاولاد بحاجة لحنان امه وابوه. يا جماعة بترجاكم تهدوا حالكم، تصبحوا على خير. سمر حبيبتي، في عندي اقتراح. مثل ما بتعرفي أنا كنت آخذ بيت، إذا بدك فينا ننتقل لهونيك. وقت حسان الصغير وبدور رح يبقوا هون أكيد. مين اللي قالك هاد الحكي؟ ما بدي تفكري هيك، ليش دايماً بتحسسيني بالذنب؟ فيك تفهميني سمر؟ ما لي عرفاني شو بدي أعمل. يا ريتني أقدر أهرب من كل هالمشاكل، بس ما عم بقدر أتركك وأمشي. حبيبتي، الولد ما رح يكون اسمه حسان، ما رح اسمح بهذا الشيء، وأنا بوعدك إنهن ما رح يجوا على هذا البيت مرة تانية. ما في داعي توعدني حسان، ما بدي إياك توعدني بأي شيء بنوب، بس بدي إياك ما تتركني وقت تكون بحاجتك. ما بعرف شو صاير فيني، حاسة حالي مخنوقة، مخنوقة. جلال، أمور بابا. أنا خبرت اليوم كل أقسام الشرطة باسطنبول يا ابني، وأول ما يلاقوا أخوك رح يمسكوه فورا، ومن بكرة الصبح رح روح سلم هداك الفيلم يلي فيه الدليل للشرطة. أنت يا ابني لا تبعد عن البيت بهاي الفترة، بيكون أحسن. بابا، بدي حاول لاقي رؤوف قبل ما يلاقي نزار، ما الموضوع واضح مثل عين الشمس. إذا عرف نزار بموضوع القنبلة ما رح يتركه عايش. يا ابني أنت لا تحط إيدك بالنار، خلي الأمن يلاقوه، خلصنا. إذا كنا محظوظين رح يلاقوه أصدقاء. يا جلال أنت احترقت مرة، وما في داعي تحترق كمان. رح ننشر الخبر على كل قرايبيننا يا خليل. اجمع شي 10 منوثق فيهم وقل لهم إنه رح يقبضوا كتير على أتعابهم. رح تكون مهمتهم أول ما يلاقوا جلال يخلصوا عليه. هاي الشغلة عم يصير فيها دم يا نزار بيك، الأحسن بلاها. فيها ولا ما فيها ما دخلها.
هالجماعة حرقوا قلبي من جوا وقتلوا ابن أخي الغالي. كل فكرهم تنتهي الشغلة بزواج بنتهم من ابننا، هيك صارت عاداتنا؟ هن تجاوزوا حدودهم. إذا أنت خايف تعلق بالدم، الله معك. روح، ما بدي إياه منك. لا تخاف، خلص أنا مسامحك. أكيد لو بدي روح كنت خبرتك نزار بيك. بعدين أنا معك على الموت. وبتعرف مو أنا يلي بخون معلمي أبداً. إيه معناتها مبروك علينا هالصيد. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا مجد، تفضلوا لجوا. اتصلنا معك من الصبح، بس أكيد ما كنت متوقع إنه نصل بهي السرعة، ما هيك؟ بدك الصراحة أجيتوا بسرعة شوي، بس مو مشكلة، أنا وهالبطل الصغير رح نطلع ونفيق سمر. أهلا وسهلا أديب بيك. صباح الخير حسن بيك. أهلا وسهلا فيك يا مجد. حسن بيك، عم نزعجكم بزياراتنا مو هيك؟ انتو مزوقين كتير، من على بكرة الصبح لقيتونا بوشكن وما قلتوا خير ان شاء الله. استغفر الله، شو هالحكي؟ بعدين هالبيك الصغير اكيد بيكون اشتاق لخالته سمر. كتير مشتاق له، طول الليل ما نام. من الصبح اتصلت بحسان وقلت له انه جايين. بيكون ناطف قلبه. يلا تعال نطلع لعند سمر. يلا يلا تعال يلا. خلينا نحكي شوية أديب بيك. أكيد. تفضل. صباح الخير مجد. صباح النور. جبت لك هدية معي. حلوة كتير يا عمري، هي أنت اخترتها؟ بس هي أصلاً إليك. ماما استنيني شوي. مجد ما لازم تقول امي مره تانية. مجد سمر ما لها امك، ليش انت عنيد هيك؟ لان بلا هي امي. يا حبيبي بعرف منيح انت كتير مشتاق لامك وعم تشبهني بامك كمان، بس انا مالي امك يا عمري، ولازم تعرف اني بحبك كتير لاني خالتك سمر. مجد حبيبي خلص، هلا انت كبرت، ليش ابوك ما قالك؟ انت امك اسمها فريحه، سمر ما لها امك. فهمت علي هلا؟ بعد ايدك. اوعى مره تانية تحكي مع عمو حسان هيك. طيب ما رح احكي معه، بس مشان الله انت كمان البسي هذا الطوق مشاني. سمر شو يلي مخليكي معصبه هيك من الطوق؟ بدك رأيي صراحة يا حسن بيك، لازم تشرح الوضع لحسان كمان. أنا حكيت مع عزام ونحن متفقين على الموضوع هاد. قبل ما يسجل رؤوف، سمر رح تزعل كتير إذا عرفت إنه أخوه هو اللي فجر النادي، وكمان ما بدي أي شيء يهدد الصلح بين العيلتين. وفوق هالشي كله ما بدي حسان وسمر تتوتر علاقتهم مع بعض من جديد. أنا ما بتمنى أتدخل بخصوصية عيلتك لهالدرجة، بس في بجبهتكم عنصر اسمه نزار. نزار كتلة من النار، ممكن يحرق كل شيء حواليه. نحن لازم نلاقي شيء طريقة نرجعه على صوابه. حاولنا كتير نحكي معه بس إنه يفهم أبدا. والله يا أديب بيك ما بعرف شو أعمل مع نزار. أصبح لازم تنربط إيدين نزار منيح بهي الفترة، بقصد الربط اللي نحن منعرفه. ولبين ما يلتقى رؤوف، نزار بيك لازم يكون بضيافتي هالفترة. هلأ من ناحيتنا مثل هذا الحل منيح، ما منعتبره حجز، بس من ناحية نزار رح يعتبره هيك. صدقني نزار رح يسبب لكم كتير مشاكل، وقتها نحنا رح نعلق مع نزار يا أديب بيك. حسان صديقي وحبيبي، وأنا ما فيني ما ساعده لحسان لو شو ما صار معي. مجد كيف صحتك يا عمري؟ خير إن شاء الله يا أولاد، لشو هالعجلة من الصبح؟ يلا مجد خلينا ننزل. سمر شو عم تحاولي تعملي؟
بعدين شيلي هذا الطوق من رقبتك. ليش؟ من دون سبب. عم يذكرك بشغلات مانا منيحة ما هيك؟ بعدين هذا هدية من مجد، وأكيد ما رح تغار من ولد صغير مثله. يلا. سمر، سمر، حسان بيك؟ كيف هلا؟ طمنيني. كتير منيحة، ما في داعي تقلق. طيب شو صاير معها بالضبط، عرفته؟ بعد ما ياخدوا الخزعة منعرف. وهي منيحة هلا؟ ما في داعي تكون قلقان، هلا بتطلع الدكتورة وبتحكي معها، عليها العافية. شكرا. مجد حبيبي، انت عود هون واستناني ماشي؟ بدهم ياخدوا منا خزعة يا أديب. ايه بس الخزعة موضوع ما بيخوف ابدا. انت بتعرف شو يعني خزعة؟ ايه بعرف، يعني رح ياخدوا عينة صغيرة منا ويفحصوها، بس انا ما في داعي تقلق ابدا. حسان ليش متوتر؟ ريح حالك شوي، ما في شي بخوف، رح تتحسن هلأ بتشوف. ليش طولوا كل هالقد؟ لك ليش لسه ما اتصلوا لهلأ؟ حسن اتصل هلأ بحسان وخليني حاكي. خلص طولي بالك، بس يقدروا حيتصلوا فينا. يا ريتنا ما سمعنا كلامهم، كنا هلأ سوا. أكيد مو ابنك اللي قال شو بدكن تعملوا عنا بالمستشفى هون؟ أنا ضايقت للبنت حسن. لا تكبري القصة مزن. أنا كل مرة كنت فيق الصبح وأقول لحالي لازم تكون حبابة مع سمر، وهي مالها ذنب بأي شي صار، بس ما عم بقدر سيطر على حالي. طيب خلص بلا ما تضايقي حالك، وخلينا ندعي لها إنه ما يطلع معها شي مرض خطير. يلا روح رضا، خلينا نمشي ونطلع على البنك دغري. لازم نتصرف قبل ما يدرى أبي. رح اسحب كل المصاري من البنك وإلا بتروح علينا. أنا بعرف أبي منيح، رح ياخد مني كل شي ويتركني على الحديدة. رؤوف بيك، هلأ بيكون هداك الرجال سلم الفيلم للشرطة. هلأ عني انت التانية، ها ناقصني يعني؟ رؤوف بيك خبرتك مشان ما تمسك بالبنك. انت أهبل شي يعني؟ لأنه الشرطة عم تدور علي لازم أقضي حياتي بهالجنينة؟ ما في حل تاني؟ لازم نقوي قلبنا ونروح على البنك. خلص سحبتهم، مشي الحال وما تركت له ولا قرش بحسابه يا جلال. بابا أنت عملت الشي المزبوط. هالشي ما بيكفي جزع اللي عمله، بس حالياً هذا يلي منقدر عليه. حسان ما في داعي تقلق كتير وتتوتر. اللي جوا هي سمر، مرتي وحبيبتي وكل شي بالنسبة لإلي. أنا ما بقدر أعيش من دونها إذا بيصير لها شي. ما حيصير لها شي إن شاء الله. مجد كان حمله كبير كتير عليها. هلأ شو علاقة الولد بحالتها؟ هو اللي كان عامل ضغط نفسي كتير عليها، وبصراحة أنا بتحمل جزء من هاللي صار، ويمكن كمان ما كان لازم ندخل بحياتكم. نحن مشكلتنا غير هيك بالمرة، صدقني سمر واجهتها مشاكل كتير. كل ما تخلص من مشكلة تقع بالتانية، بس بعدين قدرت تتخطاهم كلهم. سمر قوية كتير وصبورة كتير. هاي انت قلتها بعظمة لسانك، هي قوية كتير ورح تتخطى هالشغلة. سمر خلت حياتي كلها حلوة، أنا محظوظ لأنه هي معي. لازم تحكي لها هالشي مو هيك؟ هي بتعرف كتير منيح، ما بقدر أعيش بلاها. عزام مشان الله، رؤوف ما اجى بتعرف وين بيكون؟ ما بقى بدي اسمع اسمه بهالبيت مره تانية. جلال بيضلوا اخوك، روح جيبه. خلص امي، انت لا تاكلي هم. كاظم حكى معك شي امي؟ حاولتوا تتصلوا فيه؟ اي بس ما قدرنا نحاكي. دخيلكم حاولوا تلاقوا لرؤوف. بابا لازم على القليل نطمن عليه.
بدي روح دور عليه. جلال، ما في داعي تروح. انتو ما بتعرفوا بشو متورط هالولد، ونزار بيكون متربص لك يا جلال. عمي شو يلي عم تقوله؟ حكي لنا رؤوف بشو متورط. عزام، ليش انا ابني شو عامل لحتى تخبوه عن مرته وامه وعيلته؟ رؤوف من مين هربان؟ ضروري اعرف هلا. العمى شو صاير لهي؟ العمى رضا، العمى الماكينة بلعت البطاقة تبعي. أكيد لهولك رصيدك رؤوف بيك. رصيد البطاقة ولك؟ رصيدي البطاقة. يا الله منك يا بابا، يا الله منك يا بابا، خربت بيتي. أوف منك يا أبي. طول بالك رؤوف بيك. لك حل عني أنت تاني. نحن انتهينا هلأ، انتهينا، تأخرنا كثير. أبي قدر يتصرف بالمصاري. الواحد لازم ما بقى يثق بهالبنوك، لازم يخبي مصرياته برا، نحفر وندفنهم بالارض او نحشيهم بالمخدات. ليكون في مصاري بشي مخدر رؤوف بيك. يلا انقلع، انقلع من وشي تضرب.